إذن رجعنا مشاهدينا من بعد هذا الفاصل، وبالتأكيد فقرة جدا متميزة عن الورد، والمرأة تحتاج فاطمة مثل ما ذكرنا من قبل شوي نهدي لها وردة، يعني حتى لو كانت في ضغط العمل أعتقد ترى لما تعطينها وردة شيء نفسيتها تتغير فجأة. يعني إحنا نتمنى إن شاء الله اليوم شيء وإحنا على الهواء يفاجئونا ببوكيه خاص حقي وبوكيه خاص فيك، إيش رأيك؟ الله بس خلاص فكرة وصل وصل يستاهل. صحيح والله، شوفي كل انسان يشتغل ويجتهد بعمله يستاهل دائما التقدير والاحترام، ودائما تلاحظين لما تبي تقومين باي معامله حتى في اي وزاره او شركه منو يستقبلنا؟ موظف خدمه العملاء. مرات تحسين انه هالموظف يستقبلنا يا اما برحابه وابتسامه صدر، او انه يكون بالعكس تحسينه مغرور يتجاهل حتى وجودك. موضوع اليوم جدا متميز، راح نتكلم عن مواصفات موظف خدمه العملاء الناجح مع ضيفتنا القادمه، لكن من بعد ما نشوف هذا التقرير. اذا راح نتكلم عن مواصفات موظف خدمه العملاء مع الاستاذه رحابه محمد الطواري، استشاري واختصاصي خدمة عملاء. حياك الله معنا، صباحك الله بالخير. صباح الورد. صباح النور. صباح الوردي. صباح الابتسامات الحلوة. منورتنا. وياكم إن شاء الله. أجمعين يا رب، وإحنا هذا اللي نحبه دائما، يعني أي شخص يستقبلك بابتسامة، والابتسامة دائما هي مسج توصل حق الناس بأن أنا متقبل الطرف الآخر. صحيح. اليوم أستاذ الموضوع هذا جدا مهم وكبير يعني، والحديث فيه متفرع أعتقد في أكثر من جانب، لكن خلينا نتكلم اليوم عن موظف خدمة العملاء. نعم. إذا دخلتي مكان وهالمكان هذا وجهه مثلا احنا نقول قطاع حكومي او خاص، ولقيتي موظف خدمه العملاء يعني ما له نفس او ما له خلق يتعامل معي، التصرف السليم في هذه الحاله هل اغير اروح عند احد ثاني، او اذا انا مجبوره استقبل هالانسان هذا؟ اخت اسماء خلينا نقلبها بالبدايه، ليش انا عندي موظف ما له خلق، وليش عندي موظف عنده هذه التعابير اللي تعطيك انت كشخص داخل المكان اني انا انفر منه او ما اروح؟ احنا نبدا فيها من البدايه. نعم. احنا دائما نقول في مجال خدمه العملاء الموظف اللي بيواجه الجمهور لازم يكون جاهز. أوكي. مثل ما احنا مستعدين حق البرنامج، معناته عندنا استعداد تام ومتدربين وجاهزين، لازم الموظف كذلك يكون جاهز يستقبل العميل. فبغض النظر شنو كان عنده، شنو كان الظروف، شنو حالته المزاجيه، اللي جاي الضيف احنا اللي رحنا له واحنا ما لنا ذنب. صح. فاحنا لازم نشوف الابتسامات على طول بغض النظر عن الحاله المزاجيه او الحاله الانفعاليه خاصه في الموظف نفسه. فهذا اللي احنا نشوفه على طول، تلقينا نتاثر ودني اروح حق فلان ولا اروح حق فلان. فمهم عندنا في البدايه ان الموظف يكون جاهز في استقبال العميل بغض النظر عن حالته الشخصيه. نعم. واحس ساعات يعني ان الواحد لازم لما يروح شغله سواء كموظف في خدمة عملاء أو موظف يعني ما يحتاج حتى في عملاء، حتى الموظفين اللي معاه ما لهم ذنب في حالته المزاجية، يقط همومه عن باب الشغل ويدخل الدوام. إذا نبي نتكلم عن موضوع التعامل مع شخص يكون مزاجي ويشتغل في خدمة العملاء، شلون ممكن أنا كمراجعة عنده شلون أتعامل معاه؟ يعني إذا خلاص مجبورة أن أنا تعاملت مع هذا الموظف اللي مزاجه مو أوكي وما يعرف يستقبل العملاء عنده. هني الإجابة أخت فاطمة تتفرع. في البداية نتكلم عن مرحلة توظيف موظفين خدمة العملاء. مرحلة توظيف واختيار الشخص المناسب أني هو يواجه الجمهور، هذه مرحلة وايد وايد مهمة. وفي ناس تتجاهلها أو ناس تأخذها تلقائيا فور جرانتد أنه مؤهل وعنده هذه الشهادة وقابلنا بسرعة وخلاص نخليه كفرونت لاينرز يقابل الجمهور. ولكن في اختيارك حق وظيفة خدمة العملاء ما يتناسبها أي شخص. إذا واحد مزاجيته وايد عالية، إذا عنده انفعالات، إذا هو مو مؤهل حق هذه الوظيفة، هذا نكتشف في مرحلة المقابلة على أساس ننتقي أفضل شخص مؤهل حق شغل هذه الوظيفة. فإحنا ساعات وقت المقابلة وعادة اللي أنا أقوله إحنا نكون أذكياء في نسأل أسئلة استفزازية. أي ثاني بقول لك إن أكيد في أسئلة استفزازية، لازم أسئلة استفزازية نخليه يعيش سيتويشن أو موقف حرج، موقف صعب، بشوف شلون ممكن يتفاعل معه. نعم. احنا عاده لان في لجان المقابلات نتعمد على سبيل المثال نحذف عليه شيء نشوف شنو ردة فعله مباشره، لان اذا انت اشتغلت او شغرت هذه الوظيفه انت ما تدري العميل يالك شنو حالته اصلا، شلون اسلوبه بالتعامل. فاحنا خلينا نضمن الموظف بس احنا ما نقدر نضمن حاله العميل، صح ولا لا؟ اكيد. فبهذه الحاله في البدايه لازم اختار الموظف الصح وبعدين ابدي في تاهيله وتدريبه. فاحنا ما نبي نحط اللوم وايد كبير على الموظف خدمه العملاء، كذلك هم لازم يكون عنده تول، عنده وسائل. صح. عنده طرق، عنده تكنيكس تساعده خلال الدوام هالثمان ساعات يكون على طول مرتاح مبتسم.
وبهذه الحالة طبعا الله يعيننا أن موظفينا كلهم بالقطاع الخاص والحكومي في أنهم شلون يحافظون ولا منتين حالتهم المزاجية قدام أنواع العملاء. أكيد فهذا في البداية مهم أستاذة. أعتقد لازم تكون في دائما دورات بشكل يعني دوري حق الموظفين أن هم هي نفس الوقت مثل يحسون أن يجتمعون مع بعض مكان واحد يتعاملون مع بعضهم. غير شيء الدورات راح تطور من مهامهم وقدراتهم. هل هالشيء الحين قاعد يصير عندنا؟ كلمينا عن الموضوع هذا أكثر. أبي أتكلم شوي بتفرع بهذا الموضوع. دائما الواحد أول ما يتوظف في وظيفة خدمة العملاء يبي له تدريب خاص حق خدمة العملاء على حسب طبيعة البزنس نفسه وطبيعة العمل. إذا أنا بشتغل في القطاع الطبي مختلف كخدمة عملاء، في قطاع البنوك مختلف، في قطاع التأمين مختلف، في جميع القطاعات مختلفة، لأن لازم أفهم نوع العميل اللي بيجي. في قطاع صعب أكثر منهم يعني أكيد. أصعب قطاع. طبعاً أنا دائما أقول لك العمل في قطاع خدمة العملاء بحد ذاته ترى صعب. إن أنت بخدمة العملاء أنت قاعدة تديرين مشاعر اللي قدامك، شلون أقدر أتحكم بمشاعرك؟ أنت كنتي معصبة شلون هديك؟ فبكل الأحوال صعبة، ولكن أنا أبي عندي لغة أنا كموظف شلون أتعامل مع نوع المراجع، نوع العميل لي. هذا في الدرجة الأولى. فالتدريب بداية لازم يكون عارف الموظف شكثر هو يكون مؤهل حق طبيعة القطاع اللي يشتغل فيه. والشيء الثاني دورات تطويرية حق مهاراته، لأن مع الوقت نبدأ نكتشف هذا الموظف وايد ممتاز وجاهز، لكن صعب عليه حل المشاكل، نبدأ نسحبه وندربه. هذا صعب عليه يقنع العميل، ناخذ دورات خاصة ونبدأ نأهله بهذا الشيء. فالدورات راح تكون تخصصية في خدمة العملاء على حسب مواقف وتقييمنا حق الموظف نفسه خلال فترة العمل. أكيد في مواقف كثيرة تصادف الموظف في عمله وفي سنوات عفوا العمل. شو ممكن يتعامل مثلا إذا يلا مراجع يكون وايد معصب، صح، حالة غضب يعني صعب السيطرة عليها، عدل. وهو كموظف في خدمة العملاء وهو يعني واجهة للجهة اللي هو يشتغل فيها، شو ممكن يمتص هذا الغضب من العميل؟ نبي مثال بعد أستاذ يكون واضح. دائما احنا نقول إذا جالك العميل معصب وانت جاهز ما تدري منو بيجيلك، مثل ما ساعة تفضلنا. فإذا جالي العميل معصب أنا دائما أقول لهم هذا تكنيكس. أول شيء العميل اللي جالك معصب مستحيل أعطيه ابتسامة تستفزه. إيه احنا الابتسامة ترى سلاح ذو حدين. إيه؟ ساعات في ابتسامات يعني مو حقيقية فيبين اني انا كأني استهزئ في العميل، صح. فأكون حذر في اختيار ابتسامتي ونوع ابتسامتي مع العميل. ودائما لين اسمع العميل وهو غاضب اختار للمكان المناسب اللي يعبر فيه عن غضبه. فاحنا كنا بمكان عام في بابليك بأريا مفتوحة، اخذ العميل دائما في مكان مسكر، لأن صوت العميل وهو غاضب راح يثير العملاء الموجودين. صح، هذا واحد. اثنين، في بعض العملاء يستغلون هذه اللحظات، يستغلون لحظات الغضب فيتأثرون، فتلقى بعض العملاء ينسحبون. في عميل جديد تو داخل يشوف هالموقف يقول لا أنا ما راح أثق بهالمكان، عندهم مشاكل، وغيرها من المواقف الثانية. فأول تكنيكس دائما نقوله أخذ العميل الغاضب في غرفة بعيدة عن الجمهور والعالم. الشيء الثاني، طول ما أنت تكون قاعد مع هذا العميل الغاضب سجل معاه الملاحظات، بيحس ان انت قاعد تسمعه، صح، ومهتم حق ملاحظاته، مهتم حق ملاحظاته. وطول ما هو يسمعك احنا نقول partial agreement، وافق على جزء من المعلومات اللي يقولها. ممكن تكون معلومات صحيحه واثناء غضبه، ولكن مو كل الموقف صحيح. بعض عملائنا ترى يبالغون، يستغلون المواقف ويحبون يكذبون ويالفون ويسوون تدري هالكبر وهو الموقف ما يستاهل. بهذه اللحظه ما له داعي انا اغضب العميل في انا اقول لا انت غلط، فيصير الموقف شخصي بيني وبينه، انت صح انا غلط. نعم. احنا ما نسوي. فالتبرير غير مرغوب في هذه الحاله. نعم. في الدرجه الاولى اسمعه، صح، اسجل الملاحظات، وبعدها اخذه تدريجيا. بهذه الحاله العميل يبي احد كنا يلمه، يبي يحتوي بهذا الموقف، بيقول له سامعينك، احنا موجودين معك ورح نلقى لك الحل، حتى لو ما كنت انا الشخص اللي بيد الحل، حتى لو كان باسم الاداره الحل. فيبي يحس العميل ان صراخه وغضبه بالمكان الصح، وما اخليه يكرر المشكله عند اكثر من شخص ورد يعيد المشكله. أكيد. خل انا اكون شخص انا المسؤول في نقل المشكله. هو طبعا لازم تنحل المشكله علشان لا تتكرر، لانه ممكن تتكرر بنفس المكان بعد استاذه. طيب اليوم في امر وايد مهم، يعني ان خدمه العملاء شلون يتعاملون مع المراجع اللي جاي لهم. صح. هم الناس نفسهم يعني محتاجين تدريب انهم يتعاملون مع بعضهم. يعني انا اعتقد كلنا اليوم نتعامل مع نفسيات كثيره، ممكن مثلا اي مكان إن كان في الباركينج تصير مشاكل، بالمطاعم، مكاني، طاولتي، التعامل ما بين الناس. هل كل شخص اذا بيطور من نفسه لازم يتخلي مثل هذه الدورات في التعامل مع الناس؟ انا اقول شيخة اسماء، فن التعامل هذا حتى ثقافتنا العامه، بديننا، بمجتمعنا، دائما نحب الأدب، صح، الاحترام والتقدير. فالاحترام والتقدير هذه قيم موجودة وأساسية في أي حياة، فما بالك في التعامل.
لان مثل ما انا بيتعامل معها تحتاج احترام وتقدير، كذلك نفسه الموظف يحتاج احترام وتقدير من قبل المراجع او العميل. فهذه اساسا قيم اساسيه نبدي احنا نطورها سواء في الدورات التدريبيه. فالشخص بحد ذاته اذا طبيعه عمله، احنا عندنا زملاء احنا نسميهم عملاء داخليين، مو بالضروره نعامل مراجع من برا، صح؟ هذا يسمى انترنال كاستمرز. حتى المدير مع موظفين هذا العملاء بالنسبه له. نعم. ففن التعامل والتقدير والاحترام والقيم هذه تكون موجودة حق الكل، والكل محتاجها. نعم. فسواء في أماكن عامة أحد شي دزني ودخل قبلي تنرفز في الباركينج، أنا طاقة إشارة يصفط، هذا فن التعامل. فأنا إش كثر أنا أبي صورتي تكون مثالية قدام المجتمع اللي معاي. فالكل يحتاج هذه الدورات بغض النظر فعلا. إذا كنت أشغل هذا المنصب أو ما أشغل هذا المنصب. أستاذة، يعني في اليابان دائما ينضرب المثال على فن التعامل ما بين الناس هناك، ووايد شفنا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي بعض البرامج عكست هذا التعامل الراقي. صحيح. عندهم. وانت عشتي 4 سنوات عدل. في اليابان، كلمينا عن هذه التجربة. هذه التجربة اللي انقلتني 180 درجة. نعم. لأن بعد ما تخرجت من الجامعة انتقلت عشت في اليابان لمدة 4 سنين، منظوري حق الحياة والعمل كلها تغير، لأن حسيت المجتمع أهم، ثقافة المجتمع الياباني هي بحد ذاتها قيم. يعني قيم بكل مجالات الحياة، سواء بالعمل أو المجالات الطبيعية اللي احنا نعيش فيها وانت عايش فيها. في تقدير، التقدير عندهم وايد عالي بالنسبة حق التعامل بين الناس، مثل ما تفضلتي الأخت أسماء توا، بينهم كمجتمع عادي، سواء بمحلات تسوقتي، سواء في الباركينج. خل أقول لكم مثال تفاجأت فيه أول ما رحت في اليابان. أوتوماتيكلي بالأسانسير وانت صاعدة الإسكاليتر، أوتوماتيكلي الكل يوقف يمين، أنا استغربت واقفة عادي على اليسار، شو السالفة؟ فعرفت منهم إنه لازم نوقف على اليمين، لأن في ناس مستعيلة يبون يركضون، خلي المكان فاضي حقهم اليسار. أنا ما كنت أدري إن هذه الثقافة موجودة، تقدير حق حالة المجتمع. حتى الأسانسير اللي تبطل، إحنا نشوف هني مجتمعنا كلنا بيه الباب، صح. اللي بيطلع مو قادر يطلع فيزاحم حتى اللي موجودين هناك، أوتوماتيكلي واقفين يمين ويسار كأنهم يستقبلون اللي طالع من الأسانسير. هذه ثقافة مجتمع تعلمك قيم في التعامل في الحياة، فما بالك في حياة البزنس، فما بالك حياة الوظيفة. فهذه قيم موضوع تخصصي أكثر وأعمق 100% فتخيل لو إن نصعد هذه الثقافة لتكون ثقافة very professional داخل الأورجنايزيشن أو المؤسسات. فإحنا قاعد نطلع مخرجات وتعامل وخبرات روعة. خدمة العميل كلها أساسا عن experience. أنت تحكين عن تجربتك اللي صارت، تحكين عن قصة. فأنا دائما أقول لهم أن تتعامل مع أي شخص، الفئات اللي أدربها، تذكر شنو القصة اللي ودها تنقال عنك. نعم. شنو ودي أقول؟ والله ذيك اليوم ما قصرت أسماء، سوت لي شيء الفلاني. أنا قاعد أتكلم عن قصة وتجربة. إحنا دائما نطالع بالنهاية شنو ودي ينقال عني، شنو التجربة اللي انقالت عني. نعم. بغض النظر عن التفاصيل اللي تصير اللي هي وايد مهمة وتأثر على العلاقة. وإحنا أحلى قصة راح نقولها عنك أستاذة رحاب، إن استمتعنا معك في هذا اللقاء. أنا أكثر. شكرا لك، نورتينا في شاي الضحى. موفقة إن شاء الله. تسلمون، فرصة سعيدة. شكرا جزيلا. الله يعافيك أكيد أستاذة. وراح ننتقل إلى فقرة جدا متميزة راح تكون جديدة فاطمة عندنا. نعم. فقرة حزاوي الضحى، وراح تكون إن شاء الله من أهم فقرات شاي الضحى الجديدة واللي خصصناها في فترة العطلة الصيفية للأطفال. فقرة حزاوي الضحى راح تسمعون قصص مفيدة وجميلة فيها الحكم والعبر، وهذا شيء جدا مهم حق الأطفال. راح نستمتع أكثر مع الروائية هبة مندني في فقرة حزاوي الضحى.